بزنیم مراکو سلام بای بای اوه آی لوف یو آی لوف یو مراکو بای بای فهم شوف واش مضوي باش نبان لكم ما علينا هذا الفيديو غدا نبدا يمكن الصباح ان شاء الله دابا بنوريكم احنا وصلنا دابا بالليل مأخرين ما يمكنش ليا نبدا الفلوق دابا ضربنا لاطون ضربنا تويشيات راه جوج لاطونت المهم دوز واحد العطلة اللي زوينة بزاف نبارطاجيها معكم صافي غدا نبداو الفيديو ان شاء الله المهم صافي شوني هو انا يلا تلالاو و صباح الخير خوتي خواتاتي لا فامي كلشي بخير مرحبا بكم فيديو جديد فلوق جديد فيديو كما شفتوا الناس ديال الانستغرام حنا دابا مخيمين عندنا عطلة الصيف هنا في كوريا ودوزوا معايا البلاصه اللي جايين فيها كما كتشوفوا دايرين الخيمه دايرين تويشيات خارج مع واحد صاحبي كوري ومرتو الناس قدام الناس زوينين عندنا في كوريا الصراحه راه تشوفوا معايا في هذا الفلوق ولا بالنسبه للناس اللي تبعيني في الانستغرام راه شافوا كلشي وفي الفيديو نعرفكم في هذه البلاصه اللي فيها انا دابا دابا نزلوا الكاميرا نمشيو الفلوقيو غنمشيو نصيدو دابا الحوت اما يا سيو يا سيو بلاتي نفيك فلاوا راه هو سبقني هو القدام كنا البارح حنا في واحد الواد هنا وكنا البارح درنا واحد التويشيات باش نصيدو الحوت ما حوت ما والو حوت عيان البلاصه هي واعره بزاف شويه ندوركم فيها نعرفكم فيها مزيان التويشيات شو باقا هز الفوطه يلاه غسلت وجهي يلاه فطرنا فجانا يا مودي كايو كوكي السايا ارا السايا يا موت السفيرات انا لابس سروال ونعس بسروال اخوت حش سميتها شني ولا اش دايره عندهم هنا بخصوص الغابه والواد تتكون شني ولا بزاف والله حتى نعس بسروال عاد دباتني وريكم رجلي شوف كاع تقشرات ايه باجاني بالي بالي خالقين معاهم شفتي ستوريز في الانستغرام تموتوا بالضحك باجاني مانيو توكي السويا كنا درنا البارح قبل البارح ليها هانتوما الخوت شوفوا على الطبيعة شوف 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 عرفت شنو ندير نوريكم الطبيعة ونرجع ليكم عرفتها ليها غارق شوية البارح عمنا هنا شو الناس دايرين تويشيات ديالهم ليه يلا دابا نكملوا المغامرة ايه ويلي ويلي على امي شحال تفكرني ملي كنا كنمشيو لاقشور يا سلام انا مان يو جو توكي انا مان اه توكي السويا توكي راه وحده باقا لي كنشوفها من هنا وي 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 لكن هذاك تيموم كيزلق طب سايا سينسوني سايا اوه سايا اوه تشوا اوه شحال سيكي اوه ما ثلاثة الحوتات ايوا شوف شكي صيد القوالب زعما الخوت البارح كنا حطينا جوج بحال هذا دابا هذه صيدت ثلاثة الحوتات شو حوتات قداش مصدعين لنا الحوت كوكي اول الحوت انتوما الله يعطينا وجهكم شوفوا شنو يديروا في ثلاثة الحوتات عرفتي تسمع الصوت ديال الواد الشجر والله حتى احسن خرجه بالله خليني من الخرجات ديال لوطيل وتويشيات والله حتى انا بالنسبه ليا كيعجبوني بحال التويشيات هاد الخرجات هادو ملي تيطلعوا زوينين خليني من العياقه والتبوزيق هادشي ايوا ما علينا دابا حنا كنجمعوا في الخيمات غنمشيو نتحولوا ليه حيت ملي جينا نهار الجمعه بالليل لقينا الدنيا عامره كلشي جاي خيم فهمتي مع كاينه واحد العطله الصيف كطالع لك الشركه هادي في كوريا كامله اغلب الشركات واحد 80% كيعطيو العطله ديال الصيف فهمتوا هادشي علاش خدينا فيها 4 ايام ونبلبلوها فيها وندوزو ايامات زوينه هادشي اللي كاين بقاو معايا وما تمشيو فين باقي راجع لكم يلا ايوا لا فامي غنربيكم واحد الدوره هنا شوفوا على منظر شوف 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 شو على طبيعه واه نجيكم الصراحه اقسم بالله ملي كتبعد على السيول كوريا الوسط وكتمشي للجبال وهادشي يلاه كتحم كتشم انت تتحمس تشم هذاك الاكسجين عرفتي كيتسمى هذا الاكسجين ما كاينش حيت ما كاينينش الكوب زعما الشركات هنا بزاف وتويشيات منظر واعر شوف كلشي شوف شحال ديال الناس كلشي ضارب
الخيمه وكل شيء مخيم، حنا نخيمو ما الحبهم باش كيعجبوك هاد البلاصه راه كتشكر ماشي فابور بالفلوس فهمتوا. شحال كيخلصوا يطلعوا الماسك دابا وصلنا قدام الناس، شحال كيخلصوا ما عرفتش شحال كيخلصوا، نسول ونقول لكم شحال كيخلصوا. شوفوا على المنظر، شوفوا الناس بزاف، كاين الماء كاين الدوش كاين طواليت كاين كلشي، هاكم ماشي بحال ديال الناس كلشي يجيب الطوموبيل الباكاج. يلا نضربوا بكم دويره هنا نعرفوكم على هاد البلاصه، واخا انا كنحشم شويه كيبقاو يشوفوا فيا الكوريين كنحشم تيقولوا هذا اش كيدير، تيقولوا انت فلوغ اش كيدير. لا بلاصه واعره، بلاصه الصراحه زوينه عزيز عليا انا الطبيعه اصلا، بلا هنا حتى في المغرب كان عزيز عليا نخرج. وحدين جايبين بوطه كاع، ما عمرني شفت واحد جايبين بوطه، حيت كاين واحد التويشيات واحد الفرن وكدير فيه بوطه صغيره هي اللي زوينه. الله يا سلام، شوف الطبيعه شوف الناس خارقين الاجواء بيناتهم، خارقين السعاده. هادو ملي كيكريو ما عندهم هاد الكيوكس هذا. يا كاين الدوش كاين طواليت، المهم بلاصه زوينه وصافي. ما بغيتو تجيو ليها راه ما حفظتش السميه بالضبط، راه السميه كتقلتها في السطوريات، ولكن نسول دابا نقول لكم سميه هاد البلاصه. وحنا قرابين كوريا الشماليه راه في الحدود ديالها، هانتوما كيف كتشوفوا في الخريطه راه حنا هنا وملي. هادي زوينه هادي كبيره، هادي كاري هادي كبيره وولادو. شو كنحاول نصورهم من بينهم باش بلا ما نلقى شي صعوبه، راكم عارفين هاد الناس هادو كاركتر ديالهم في شكل. اوف يا سلام، هبط اخويا هاد الماسك، مكاينش بنادم هبط. رقم ديال التليفون بالنسبه للناس اللي في كوريا بغاو يريزيرفيو شي بلاصه هنا ها هو، والاثمنه ها هما تمايا، كل اللي كيبغي بحال هادو. شو شو دي هادو دي واحد، من دي واحد حتى لدي سته الاثمنه ديالهم، ولا بغيتو بحال اللي دايرين انا حنا مغطين ها هما شوم بحال هادو هما الاثمنه ديالهم، جي 1 حتى جي 5 الاثمنه ديالهم. المهم بلاصه زوينه، ايوا العنوان ديال هاد البلاصه كاع على الاسيديا، العنوان ديال هاد البلاصه اللي فيها حنا دابا. تا خوت عجبتني بحال هاد الدار هادي، واه تكون عندك شي دار في الطبيعه هادي، شوف على الطبيعه كي دايره، شوف تكون عندك دار هنا واه الحياه اخوتي، خليني من الزعاد ديال الطوموبيلات. شوف الواد حداك هنا الجبال دايرين بك، شوف على دار واعره تبارك الله. شوف كاع زوت تويشيات داكشي بيكس فنيون فنيون. هاي البلاصه اللي نتحولوا ليها فيها الضو فيها الشارجور كلشي كاين فهمتوا، هاي البلاصه اللي نتحولوا ليها دابا. يلا خوات دابا نتحولوا داكشي كامل نجيبوا لهنا وتولي هنا الخيمه، عقلوا على هاد البلاصه الشوا هاي كتولي. ايوا لا فامي ما كملتش لكم التصوير هذيك الساعه حيت صبات الشتا ومحناتنا نتوما الدنيا فازقه، هادي كوريا خصكم تعرفوا كوريا، اليوم سخون غدا الشتا في اي وقيته تقدر تصب الشتا، وتقدر تكون تصب الشتا في اي وقيته يقدر يسخن الحال. دابا حنا تحولنا سميتو الصديق راه هو هابط كيجمع في الحوت، هابطو نطلعو عليه، تا هما الكوريين كيموتو على الصيد ديال الحوت بزاف، عندهم الهوايه المفضله تقريبا الشعب ديالهم 90% عندو الهوايه هي الصيده. شوف هذا خالق السعاده مع ولادو، شتي بحال هاد النوع هادو والله تا قليل في كوريا. يلا قلنا الشتا، شو يلا دوينا على الشتا، هاهي بدات كتنشنش. ايوا حنا هاد الفلوق هذا ما غاديش نفلوقيو اليوم، وقبيله ضربتها بواحد النعسه عرفتي عييت عييت الخوت والله تا عييت، ما عملنا ما والو اليوم، البارح عمتو هنايا السايا جاي صيد بالله. شوفوا 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 ابصايا على بوجي على بوجي على بوجي ابصايا السايا او المسخون ابصايا انا مالي السايا. شو 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 وصيد اي تارندا تينتا تارندا يو انا مال او يو شو حوتك قداش نمنوض عليها دروينه كامله
شوف كيفاش حيدها اودي شو الصناره تعال شحال سخونه شوف شوف على منظر ليه واو مع الضباء السحاب والجبال ويلي 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 ولكن في وقت الثلج وقت البرد تلقاها كاملة بلاصة بيضاء الثلج عندهم بزاف لافامي اخوتي منظر ولا زوين ولكن ما كملتش معاكم التصوير من قبيل عرفتي الشمنه شويه كتصب هادشي باش خاصكم تعرفوا راه كوريا في اي وقت يقدر يسخن الجو في اي وقت يقدر يبرد الجو ولكن الجو زوين شوفوا على المنظر كي داير واه الدنيا بدات كتخوان الناس اللي كانوا دايروا هنا صبات بنادم مشى بزاف وكل بنادم اللي خدام نهار اثنين كل واحد يمتخذ العطور ما علينا غنمشي دابا للطواليت هاد البلاصه فيها طواليت فيها الدوش راه البلاصه اللي فيها حنايا درنا فيها الكيطون الضو كلشي تقريبا تتكرا نهار واحد تقريبا بمغربيه شي 300 درهم مغربيه سمعت شي 300 درهم 30000 وان هي شي 300 درهم مغربيه زوينه كاين اللي بلاصه الدراري الصغار تلعب الباسكيت كاين اللي تيران ديال الكره كاين هاد اللعيبات اللي بغيتي تجي تريني فيهم المهم موفرين بزاف د الحوايج ولكن اللي عجبتني بزاف هي ملي كدير تقول كتنفس مرتاح ماشي بحال السيول ولا البلايص فين خدامين هذاك الشيء الطواليت حاجه اخرى هاد البلاصه اللي بغيتي تجي لها خصك ضروري الطوموبيل حيت الا بغيتي تجي لها في ترونسبور راه تكرفس ترونسبور بعيد فهمتي حنا تقريبا لنا قرابين كوريا الشماليه الحدود ديال كوريا الشماليه حاجه اخرى نسيت ما قلتش لكم الناس كيخيموا هنا كما قلت لكم كاين الضو كاين كلشي وكاين حتى الماء حتى هو بغيتي تغسل المواعن اي حاجه المهم بلاصه زوينه المهم تتريح الكام مزيان مزيان هانتوما نعرفكم الخيمه كي دايره الشو ها هي يا عندو عندو اوبا موصايا انا باغي الكيم ضروري خصهم يوجدوا لي الكيم او بابا بابا فجاني فجاني سلام اني اوكي اي بال بافيان بوغيو قال لك اجي تاكل اما اما سلام تويا يا عمي قال لهم السلام ما بغاش قال لي زيد تاكل نقصيو نتلاقاو شويه صافي المهم بلاصه واعره بلاصتي انايا بلاصه مومه في هذه كبيره لا تما جايبين معنا القص كل شيء داك الشيء ديزا ديزا واشر يلا نتلاقاو شويه واش واش لافامي عنين بخير كما كتشوفوا ما كيبان لكم والو مشينا نعسو وغدا نكملو اللوغي ان شاء الله يلا غدا نتلاقاو ان شاء الله صباح الخير واش لافامي كلشي بخير يلا فقنا جو زوين عاوتاني نبقى نقول لكم الجو زوين جو واعر حتى غادي نفقدو اليوم المهم اليوم نرجعو بحالاتنا المهم نمشي واحد البلاصه اخرى وتبقى ما تشوفو كلشي فاك مقلوب انا والله ما نعسنا البال تشني ولا اش كدير هنا هذا اللعناع ايوا دابا نجمعو باكطاج يلا سالينا دابا حيدنا سميتو حيدنا الكيطون حيدنا كلشي جمعنا الزبل نقينا الدنيا كلشي هو هذاك دابا نمشيو نقصيو غنطرقو اول حاجه خو صاحبي نشوفو واحد الدار عندو هنا ومن بعد نمشيو نقصيو شي حاجه ونمشيو واحد البلاصه تاهي زوينه ما تمشيو فين نتلاقاو شويه اوكي نصر ايوا لافامي حنا وصلنا دابا للبلاصه هنا عرفتي البلاصه سبعان اصحاب الارمي بزاف حيت قريبه كوريا الشماليه بلاصه واعره شوفوا على المنظر هنا كي داير شوفوا واحد القهوه عجبات ماشي فين دايرين الفوق ما علينا دابا قلت لهم عرض عليكم باش نضربوا همبرغر باش نضربوا في واحد الريستو هنا وهادشي اللي كاين امايا ديه لافامي عرفت التراك كاملة نعس فيها شوية شوية بقينا فايقين مع هدوك المناظر واعرين الصراحة دابا حنا وصلنا
وصلونا حتى للدار دار معايا مزيان والدعم دابا مشات حتى شي نهار باش نطلع كارو ثاني. ايوا هادشي اللي عطا الله. نتمنى الفيديو يكون عجبكم. جانيم القسي ميدا خمسة ميدا أمبا خمسة ميدا ثانك يو جانيم القسي ميدا لا القسي ميدا ثانك يو سو ماتش ثانك يو تيري مانشي تنتامون يا وصايا تنتام ثانك يو براي براي جانيم مركو سلام باي باي. Oh, I love you! I love you, Morocco! Bye bye! Salam, Salama, I'm up! Bye bye! I will go! 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 I will go!